تعويض أهالي سنجار لم يتم لحد الآن بالرغم من مرور 7 سنوات، يعني لحد الآن إحنا وصلنا فقط اللي حصلنا على شهادات وفاتهم هم فقط 146، واللي لحد الآن أي معاملة من معاملاتهم ما أكملت في بغداد. هذا واحد. اثنين، هناك أكثر من 3000 مختطف ومختطفة، ونحن قدمنا الكتب كثيرة، كتب لوزارة الداخلية وكتب أخرى للجهات المعنية والجهات الأمنية، بأنه يتم تشكيل لجان بأن يبحثون عن المختطفين والمختطفات من أهلنا اللي ما زالوا لحد الآن لا نعرف شيئا عن مصيرهم. وهذه يعني حقيقة يعني تعتبر، خلينا نقول، تقصير من الحكومة لحد الآن. الموضوع الآخر اللي هو أيضا موضوع مهم جدا وذكروه أمس في أمام السيد رئيس مجلس الوزراء، وإحنا دائما في برلمان العراقي أيضا كنا نركز على هذه القضية، مسألة الاعتراف بالإبادة الجماعية. ذكر الأخ حسين علاوي بأنه دول العالم اعتبرتها إبادة جماعية، فلماذا لم يعتبرها العراق إبادة جماعية لحد الآن؟ لا البرلمان العراقي ولا الحكومة العراقية لحد الآن ما اعترفوا بأنه هذه إبادة جماعية حصلت لهذا المكون، بالرغم من القتل اللي صار والخطف والسبي ونقل الأطفال وبالتالي من جماعة إلى تجدين أخرى. دكتورة، أنه تنفيذ هذه النقاط يشكل بداية لعودة الثقة لرسم خارطة جديدة في إدارة القضاء. بالتأكيد، نعم، إذا إحنا ما نعترف بأن هؤلاء الناس متضررين وأصابتهم إبادة جماعية، فكيف نطالب منه أن يتصالح؟ يعني هذه المسائل مهمة جدا. موضوع قانون الناجيات، نعم، نحن يعني صوتنا على قانون الناجيات ودخل الآن حيز التنفيذ، وإن كان ما تزال الخطوات بطيئة، نأمل بأنه يسرعون في هذه القضية. تم تعيين مدير عام ولكن ما تزال خطوات بطيئة جدا، وأمامنا الكثير من العمل.